Apprendre le français avec les jumelles, cours de français. بهذا الفيديو حنتعلم مع بعض ضمائر الفاعل وصفات الملكية. الجملة الفرنسية بتبدأ عنا ب sujet وهدول يعتبروا من sujet بنسميهم les pronoms personnels يعني ضمائر الفاعل. حقلكن ياهم je أو j'ai apostrophe إذا كان في حرف فوييل يعني أنا tu يعني أنت أو أنتي il يعني هو elle يعني هي on بالشفهي الفرنسيين بيقولوا on كتير بيستخدموها يعني نحن nous يعني نحن vous يعني أنتم il avec s يعني هم للجمع المذكر و il avec s للجمع المؤنث هن حرجع عيدون je tu il elle on nous vous il avec s il avec s حكينا في فيديوهات سابقة عن نون وعطينا أمثلة عليهم بس حبيت أرجع أعدلكم ياهم لحتى تحفظون وتمكنون منيح حاطينكم أمثلة بسيطة عن نون جيم لو شوكولا هلأ هون إجيت جي أبوستروف لأنه في حرف فوييل اللي هو الأ وما بيصير بالفرنسي يجي حرفين فوييل ورا بعض فمنحذف الأ ومنحط الأبوستروف يعني أنا أحب الشوكولا جي أشتي إن روب يعني أنا اشتريت فستان كمان هون نفس الشي جي أبوستخوف لأنه في الأ حرف الضييل تيم لي بوم هل تحب التفاح هلأ هون بهي الحالة ما بيصير نقول تيم لي بوم هلأ بالأوغال بالشفهي بيقولوا تيم لي بوم الفرنسيين بس نحن بالكتابة بنكتبها تيم لي بوم هنتعلم هلا مع بعض les adjectifs possessifs يعني صفات الملكية ضمائر الملكية بتختلف حسب الاسم إذا كان مفرد مذكر أو مفرد مؤنث أو جمع هنن شوي صعبين بس هنن عبارة عن ضمائر بتثبت ملكية الشيء يعني إنه الشيء هاد بملكه أنا طبعا في عنا بالفرنسي كلمات مذكرة وكلمات مؤنثة المذكرة منسميها masculin والمؤنثة منسميها feminin عملتلكن ياهن على شكل جدول je, tu, il, elle, nous, vous, il avec s, il avec s لحتى je بترمز للأنا tu بترمز لأنت il بترمز لهو elle لهي nous لنحن vous أنتم il avec s هم il avec s هن هلا بأول جدول هو للمفرد المذكر أما بالعمود الثاني للمفرد المؤنث العمود الثالث للجمع المذكر والمؤنث الحالات مثل ما احنا شايفين بالعمود الأول والعمود الثاني عم تختلف بس بالمو والما والطن والتا والصن والسا أما الباقي عم يبقى مثل ما هو ثابت هحكي لكم هلا عنهم شوي بالتفصيل أكثر مون بير يعني والدي طون بير يعني والدك أو والدك صن بير يعني والده أو والدها notre père يعني والدنا votre père يعني والدكم leur père يعني والدهم أو والدهن تجي للإل avec S أو للإل avec S هلأ بالنسبة للمؤنث ma mère يعني والدتي ta mère والدتك
أو والدتك. سامير يعني والدتها أو والدته. Notre mère والدتنا. Votre mère والدتكم. Leur mère والدتهم أو والدتهن. شوي بالترجمة صعبين بس هلأ على الأمثلة حتفهمون أكثر. بالنسبة للجمع، الكلمة هي بالجمع. Parents يعني الأهل. Mes parents يعني أهلي. Tes parents يعني أهلك أو أهلك. Ses parents يعني أهله أو أهلها. Nos parents يعني أهلنا. Vos parents يعني أهلكم. Leurs parents يعني أهلهم أو الأهلهن. هل أنا ما بيهمني كتير تحفظوا ترجمتون، بس بيهمني إنه تحفظوا مون مامي، طون تاتي، سون ساسي، notre notre nous, votre votre vous, leur 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 avec s. هي أسهل طريقة لحفظهم. هون بدي أعطيكم ملاحظة صغيرة إنه الكلمات إذا كان في عنا كلمات مؤنثة وبتبدأ بحرف صوتي ما بنستخدم معه الضمائر الملكية المؤنثة. يعني وقت منشوف كلمة بدايتها حرف صوتي أ أو أ أو إي أو 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 إي غريك، مباشرة بنستخدم صفات الملكية المذكرة اللي هي المون والطون والصون. بالفرنسي ما بصير يجي حرفين صوتيين مثل ما لكم شايفين. هي مثال مون أمي. أمي هي كلمة مؤنثة صديقة لأنه آخرتها أ، بس استخدمنا معه الضمير الملكية المذكر مو حتى ما يجي حرفين صوتيين ورا بعض. يعني ما فينا نقول ما أمي مون أمي طون أمي صون أمي. هلأ بالأغال ما كتير بنقدر نفرق إذا سمعنا كلمة مون أمي إنه هي للمذكر أو للمؤنث. أما على الكتابة فمنشوف حرف أ منضاف لكلمة آمي. هلا حنرجع نعيدهم بطريقة تانية. هذا الجدول مثل ما لكم شايفين مفرد سنجوليه والجمع بلوريال. المفرد المؤنث فيمينا، مفرد مذكر ماسكولان، الجمع المؤنث فيمينا، الجمع المذكر ماسكولان. بس الجمع المؤنث والمذكر بيبقى نفسه، أما المفرد المؤنث والمذكر بيختلف بالأول ثلاث حالات. هلأ هدول الأمثلة ما ترجمتهم ممكن تقدروا تفهموا أكثر. ما ما سوغ يعني أختي. تا تا سوغ أختك أو أختك. سا سا سوغ أختها. notre notre sœur أختنا. votre votre sœur أختكم. leur leur sœur أختهم. هي بالحالات أنا وأنت هو نحن أنتم هم. بالنسبة للمذكر مثال livre mon livre كتابي. ton livre كتابك. son livre كتابه. notre livre كتابنا. votre livre كتابكم. leur livre كتابهم. هلا الجمع البلوريال المذكر والمؤنث بيبقى نفسه. مثال إذا كان عنا كلمة مؤنثة بالجمع أمي آخرتها أو إس. ميزامي صديقاتي. تيزامي صديقاتك. سيزامي صديقاتها. نوزامي صديقاتنا. فوزامي صديقاتكم. لغامي أو لغزامي صديقاتهم. المذكر مثال كريون أقلام. مي
مي كريون أقلامي تي تي كريون أقلامك سي سي كريون أقلامها أو أقلامه نو نو كريون أقلامنا vos vos crayons أقلامكم leur avec s crayon أقلامهم. هني شوي صعبين بالترجمة لما بدنا نقلبهم من الفرنسي للعربي، بس مثل ما قلت لكم إنه بنحفظهم بهي الطريقة. mon mami ton tati son sasi notre notre nom votre votre vos leur leur avec s. هناخد ثلاث أمثلة بسيطة. des exemples. ma fille aime beaucoup son professeur de français. مثل ما شايفين كلمة son professeur، ليش حطينا son؟ لأنه professeur هو مفرد مذكر. ترجمتها ابنتي تحب مدرسها الفرنسي كثيرا. ouvrez votre livre à la page 36. votre livre يعني هي لصيغة الاحترام بنستخدمها أوقات أو للجمع، يعني افتحوا كتابكم إلى الصفحة 36. ouvrez شفناها فهي بصيغة vous، فلهيك استخدمنا votre. mes enfants font leurs devoirs tous les soirs. هل هم mes enfants يعني أطفالي font يقومون leur devoir devoir آخر تأس يعني بدي أقول أنه وظائفهم. أطفال يقومون بواجباتهم كل ليلة. mes enfants font leur devoir tous les soirs. اللي بدي اعملكم بهذا الفيديو تحفظوا بس هذا الجدول les adjectifs possessifs والسوجي اللي هن ضمائر الفاعل pronom personnel je, tu, il, elle, on, nous, vous, il avec s, elle avec s. وكمان نحفظ بالجدول الماسكولان الفيمينان بلوريال يعني المذكر والمؤنث والجمع لصفات الملكية. mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, ses, notre, notre nom, votre, votre, vos, leur, leur, leur avec s. بهي الطريقة حتقدروا تحفظون وما تنسون أبدا، وإذا سمعتوا عنهم حتعرفوا إنه هدول صفات الملكية، وكمان حتصيروا تستخدمون بجمالكم وقت بدكم توصفوا أي شيء. Merci et à bientôt. كان معنا بهذا الفيديو ضمائر الفاعل وصفات الملكية، هدول بدي منكم انه انتو تحفظون يلي هنين بأول صفحة تبع الجو تو إل إل نو فو إل أفيك إس إل أفيك إس. وبدي كمان تحفظوا يلي خبرتكم عنهم هنين مون مامي طون تاتي سون ساسي notre notre nom votre votre vos leur leur leur. بس هيك حاولوا تكتبون عندكم وتحفظون منيح لانه نحنا حنستخدمون بدروسنا القادمه.